انا هقول لكم على كل حاجه. هقول لكم ليه؟ افتح يا ابني. ايه ده؟ يعني مش عارف. كلمني عادل، رد عليا كويس. ايه الكلام الفاضي ده وبعتهولي ليه؟ الكلام الفاضي ده يبقى الملف بتاعك اللي فيه كل حاجه عنك، زي مثلا عمليات غسيل الاموال اللي انت عملتها باسم الوزاره، ارقام حسابات البنوك اللي بره مصر اللي بتبعت عليها الفلوس. ده غير كل حاجه غلط عملتها من ساعه ما بدات تشتغل لحد النهارده. يعني حضرتك تقدر تقول ان ده غسيلك الوسخ؟ كذب، كل اللي في الملف ده كذب، كذب. وما دام كله كذب، ايه اللي مخليك محموق قوي كده؟ وايه اللي خلاك تيجي لحد عندي برجليك؟ جاي اقول لك ان انا ما بتهددش. طيب يا سيدي، انت ما بتهددش، تمام، بس ما تقوليش انا الكلام ده. قولوا بقى للجرايد والمجلات وقنوات التلفزيون لما الملف ده يوصل عندهم. من حقك تطلع انت كمان وترد وتدافع عن نفسك وتنكر كل الكلام ده، بس انا وانت عارفين كويس قوي ايه اللي ممكن يحصل لك لما الملف ده يوصل لهم. انتوا جبتوا الملف ده ازاي؟ مش مهم، المهم انك هتسمعني كويس وهتنفذ كل اللي هطلبه منك بالحرف الواحد. ما كانش فيه قدامي حل تاني، كان لازم انفذ لهم كل اللي قالوا عليه. والا يا كمان. والا ايه؟ والا ايه؟ خفت لا تتحاكم صح؟ خفت على نفسك قمت حاطط ايدك في ايد ولاد كلب ارهابيين عمالين بيقتلوا فينا يوم ورا يوم؟ ما ترد ساكت ليه؟ اللي ماتوا دول ماتوا بسببك يا راجل يا واطي. بهاء بهاء بهاء، يا مش هتمسك نفسك، اطلع بره. اقعد بهاء، اقعد. انا اسف سيادتك. عشان كده كل مرة كنت تيجي تسألني على المعلومة وتعرفها تماما تروح تبلغ لهم. اخص اخص عليك يا حضرة اللواء، اخص عليك. كلها كانوا شهرين وانهي خدمتي بكل احترام. شهرين يا اخي، كانت كل حاجة هتنتهي، كنت هسافر، ما كانوش هيعرفوا عني اي حاجة. شهرين يا صبري. واديك خرجت من الخدمة يا مجدي، لكن للأسف بعد الخدمة دي كلها هتخش السجن. اللي حصل جوه ده تهريج، قلت لك قبل كده طريقتك دي تبطلها. حصل ولا لا؟ آسف سيادتك، ما قدرتش امسك نفسي. دي اخر مره هعدلك فيها غلطه بهاء، فاهم؟ فاهم سيادتك. بعد اللي عرفناه بقى ناويين تعملوا ايه؟ يعني اللي كنا ناويين نعمله معاك، هنشوف هنعرف نستغل مجدي لصالحنا ولا لا. لو كنا هنعمل كده فعلا يا فندم، يبقى لازم في الاول نطمن سليم. يعني لازم نخليه يفتكر ان احنا صدقناهم، ان حضرتك ساعدتهم، وان احنا قبضنا عليك كمان. قولوا لي مطلوب مني اعمل ايه وانا اعمله؟ مش هينفع تروح بيتك دلوقتي، انت هتقعد معانا شويه. منها تساعدنا ومنها يبان انك مقبوض عليك. ماشي، انا والله عايز اساعد. بس ده مش كفايه يا فندم. لازم كمان نلاقي طريقه نوصل بيها لسليم الكلام ده. بعد اذن سيادتك يا فندم. عندي طريقه ممكن توصل لجابر وسليم اللي احنا عايزينه. الموضوع ده ينزل تحت. الله. وفين الصورة اللي مع الخبر ده؟ ما لقيتلهاش مكان مع حجم المقال، خصوصا ان الصورة لازم اخلق لها مكان يا اسماعيل، اتصرف، والموضوع ده كمان ارفعهولي. حاضر. في واحد عاوز حضرتك يا فندم. خليه يتفضل. بسرعة يا اسماعيل.
بهاء سعد الدين من الامن الوطني. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. اتفضل. شكرا. اقدر اعرف ايه سبب الزياره؟ طبعا يا فندم من حقك. والله انا كنت جاي لسيادتك في خدمه. خدمه؟ خبر كنت عايزك تنزله في عدد بكره في الصفحه الاولى. مسكوا صبري. ماشي. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ ما خلاص. انت مش كنت خايف ليكشفوا مجدي؟ وهم لا كشفوه ولا حاجه، وربنا كرمنا واللي احنا عايزينه حصل. مش هما مسكوه؟ يبقى اكيد هيحققوا معاه. ولما يحققوا معاه ويكتشف ان هو ملوش علاقه باي حاجه، هيسيبوه. ده لو عارف يثبت. ولحد ما ده يحصل بقى هيفضلوا قابضين عليه. سيبهم يا سليم، سيبهم يضيعوا في وقت، وخلينا احنا نستغل الوقت دوت ونخلص اللي ورانا. مالك يا سليم؟ واذا كنت خايف من اللي هيقوله صبري ما كنت قتلته. ما انا حاولت. حاولت بس اتخذت لما عرفت ان حمزه ما جاش وبعت حد مكانه عشان اثبت لك بس ان حمزه ده عامل لك صداع في نافوخك. حمزه ده هو اللي مخليني مكمل معاك لحد دلوقتي. انا قلت لك مليون مره اللي هتطلبه هتلاقيه، واظن احنا ما قصرناش معاك في حاجه. شوف يا سليم، اذا كان ليك حق عايز تاخده فاحنا كمان لينا هدف لازم نوصل له. تمام. تمام يا شيخ جابر. ماشي. موضوع صبحي واللي طالبينه من مجدي اخد بيهم رد النهارده. ايوه نوها شفت. وانا اللي وافقت ان هم يعملوا كده. اسمع اللي بقول لك عليه كويس. انا مش هقدر ارجع البيت دلوقتي. مش هترجع؟ ليه؟ يا بابا انا مش فاهمه حاجه. اطمن ازاي بعد اللي حصل امبارح؟ يا بنتي افهمي اللي انا بقول لك عليه، ما تغلبنيش معاكي بقى. ماشي يا بابا. حاضر. مش هتكلم مع حد. ممكن بس تطمني عليك؟ حاضر. سليم. ممكن افهم انت عملت كده ليه؟ ادخل. صباح الخير يا باشا. اهلا يا صبري. عملت ايه؟ اتكلمت مع نوها وقلت لها ان انا هقعد معاكم شويه، ونبهت عليها ما تتكلمش مع اي حد الفتره اللي جايه دي خالص. بتخاف عليا اول بنت دي. والله بتفكرني بالمرحوم امها. معلش يا صبري، هي دلوقتي ملهاش غيرك. ها ناوي على ايه؟ يعني لسه بفكر هنشوف نعمل ايه مع مجدي. يتهيألي حضرتك تقعد معاه وتدردش كده معاه كده وتشوفه هو ناوي على ايه بالظبط. لان تحركاتنا في الفتره اللي جايه متوقفه على سؤال واحد بس. مجدي هيساعدنا ولا لا؟ يعني انت ما لقيتش حل تاني غير ان هم ينشروا الكلام ده على بابا؟ يا نوها دي لعبه، وبعدين انا ما عملتش حاجه من مزاجي. وبابا كان عارف كل حاجة وموافق عليها. واللي حصل قدام البيت؟ معلش، إن شاء الله مش هيحصل تاني. من النهاردة هيكون في حراسة على باب بيتكم. وبابا كمان هيفضل معانا لحد ما إن شاء الله كل اللي إحنا فيه ده يخلص. طب وإنت؟ أنا إيه؟ إنتي خايف عليا ولا إيه؟ مش فاهم. طبعًا يا ابني بخاف عليك. عايزني أحس بإيه يعني لما ألاقي حد بيضرب عليك نار إنت وبابا؟ طب انا هعمل ايه؟ طيب ما هي شغلتي، يعني اعمل ايه وانا بشتغل كومساري؟ يعني ايه؟ انا هفضل في القلق ده طول عمري؟ يا بهاء انا ما بنامش. انا اصلا زهقت من الشغلانه بتاعتكم دي، اتعقدت منها. طب انت عارف؟ بابا لما طلع المعاش كان احسن يوم في حياتي. قلت خلاص بقى كل حاجه هتخلص ونرتاح. مفيش حاجه خلصت وهو رجع للشغل تاني للاسف.
بحب واحد بيشتغل نفس الشغلانه. ايه؟